ربما يكون المقطع الذي شاهدناه قبل قليل سبباً بفصل المواطن الذي صوره عشائرياً وملاحقته بقانون العشائر. نعم، هذا ما حصل لمواطن آخر اكتفى بكتابة منشور على صفحته، فقط منشور على صفحته الشخصية، حول عدم وجود الأطباء والجراح المسؤول عن عملية ابنه وانشغالهم بلعب الحديد في الصالة الرياضية وتحضير الطعام. بعد المنشور اضطر المواطن إلى جلب أقربائه في جلسة عشائرية داخل المستشفى، وطبعا في محافظة واسط وبحضور مدير صحة واسط كما تبين الصور التي نعرضها أمامكم. مواطن قام بنشر منشور على فيسبوك لتوضيحه بأن ليس هناك أطباء في مستشفى ما تعرف بدكتور فيروز. اضطر هذا المواطن إلى أن يجلس مع الجانب الآخر من الأطباء لفصله عشائرياً.